السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فامي طوبوغرافي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في احسن الاحوال يا رب. والله العظيم الى هذا الفيديو الرابع اللي سجلت، كنت غادي نلوح الفيديو البارح ولكن سجلته ثلاث مرات ربما، ولا وقيل ربعة المرات، يمكن لي هذه الرابعة ولا الخامسة في المرات كيوقع لي مشكل في الصوت. لحقاش انا كان ريكوردي الصوت بوحده والصورة بوحده وما تيصدقش لي التصوير وكنعاود، وهذا الشيء كله غير باش نحاول ما امكن ان نوصل لكم شي معلومه ولكن بشي جوده اللي تكون مزيانه، لا صوت ولا صوره. ثم ان شاء الله غادي نكملوا الدروس ديال نيفيلمو اللي كنا بدينا شحال هادي. نيفيلمو ديريكت كنا درنا المرحله الاولى من لا ليكتور دو لا مير ودرنا المرحله الثانيه، واليوم ان شاء الله غنشوفوا المرحله الثالثه. بروميير بارتي كنا شفنا لا ليكتور دو لا مير توبوغرافيك سور طابلو، يعني في السبوره. دوزيام بارتي كنا شفنا لا ليكتور دو لا مير توبوغرافيك سور تيران، يعني شفناها في لا مير حقيقيه. ان شاء الله التخوازيام بارتي غنشوفوا لا ليكتور دو لا مير في واحد لوجيسيال على جهاز الحاسوب، باش حتى شي واحد ما يبقى يردنا اللور ويقول لك انا مازال عندي مشكل في لا ليكتور دو لا مير. خصنا نطرقوا هذا المسمار ديال ليكتور دو مير وعاد ديك الساعه ندوزوا لحوايج اخرين. بلا ما نطول عليكم ندوزوا الحاسوب ونشوفوا التطبيق. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا، هذه هي لا بارتي اللي كتشوف بلا مير، وهذه هي لا مير كيبين لك هنا. بون هنا هاد لا بارتي اللي بالكحل كلها فيها 1 متر. الا طلعتي لهاد لابارتي الثانيه اللي بالاحمر يعني كتدخل في المتر الثاني. بو غنشوفوا لا ليكتور مثلا، الا قريت انا هنا مثلا في لافان ديال 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 المتر الاول، يعني راه عندي 1 متر. فوالا 1 متر، الا قريت في لافان فين سالا المتر كتعطيني 1 متر، كتقرا بحال هكا كتقرا 10.00. قريت مثلا هنا، مثلا هنا هذه كتسمى 95 سنتيم، ولكن في لا ميثود ديال لا ليكتور كنقرا 0.59 هكا كنقرا وكندير الفاصله باش تولي عندي متر. بون مثلا الا قريت هنا، مثلا جيت هنا في لا بارتي ديال 7 اللي هي متر و70، ولكن قريت تقريبا هنا في الوسط يعني في 4 المليمتر. هنا كتقرا 17.44، يعني متر و74 و4 المليم، يعني ملي كندخل لهاد البلاصه هذه راه دخلت في متر و70. وكنحسب السنتيمات 71 72 73 74 و4 المليم هي 74 و4 المليم، ولكن في القرايه كنقرا 17.44. هذه هي لا ميثود كيفاش كنقرا لا مير. هذه غير مبينينهما هكا، اما لا مير الحقيقيه اللي كنخدموا بها حنا راه تكون مكتوبه لك متر و70، يعني كتكون مكتوبه لك 17، ما كتكونش مكتوبه 7، يعني 17 هي متر و70 عاد قرا انت السنتيمات والمليمات هنايا. وفي حاله الا كانت لامير بعيده عليك وما تاكدتيش من لا بريسيزي مزيان، يمكن لك تدور لامير، الا دورتيها الجهه الاخرى راه كتكون في لا بريسيزيون بالسنتيمترات باش تقرا القرايه اللي صحيحه. اذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم. وصراحه وانا خدام دابا في الحاسوب جاتني واحد الفكره، لانه انا في الاول كنت باغي ندير فيديو في لا ليكتور دو لامير في الحاسوب، وكنت بغيت نديرو في الطابلو نشوفو درس اخر من نيفيلمو، ولكن وانا كنخدم دابا في الحاسوب طاحت عليا فكره، هو انني بغيت نهضر معكم شويه على النيفو اورال، ممكن هذه المعلومات تستافد منهم افضل من اننا نخدموا على السبوره. بغيت نوصل لكم هو ان النيفو او لاباري نيفو كيف ما وصلتي في لا توبوغرافي ولا بد منه، ما يمكنلكش تستغنى عليه، لان كاين شي حوايج في الزاد ما يمكنلكش انت تخدمهم ليا بجي بي اس ولا بستاسيون توتال، لان الزاد لا بريسيزيون ديالو هي لاباري نيفو، يكذب عليك الكذب. مثلا في البولون دونكراج ولا في البيتيم راه ضروري كتخدم لاباري نيفو، الا ما كانتش لاباري نيفو راه والو. انا ولا جينا نديروا المقارنه ما بين هاد لي زانستريمو غادي نلقاو لا بريسيزي كتبدا بلاباري نيفو، دوزيام بريسيزيون ستاسيون توتال، تروازيام بريسيزيون هي جي بي اس، لان لا بريسيزي ديالو ما ثابتاش لحقاش، وكيتادابط مع لي ساتوليت. قد ما طلعوا لي ساتوليت مزيان راه تيكون عنده لا بريسيزي طالعه، هبطوا راه تيكون عنده لا بريسيزيون هابطه، وكيتحكم في حتى الجو شويه، الا كان الجو مخربق ممكن يعطيك دي زيرور. الدراري اللي تيخدموا به بزاف راه عارفين الخدمه ديالو، وراه كتكون خدام به وتيبقى ديما هو طالع هابط بحال ديك المكانه ديال جدي. لا بريسيزي كتختلف، وكيف ما قلنا الا كانت شي حاجه فيها التحكار وفيها بالمليمتر خصك تخدم بلاباري نيفو، ما تخدم ستاسيون توتال وما تخدمش جي بي اس، لهذا ما كاينش الاستغناء على لاباراي ديال النيفو. ولا جينا نهضروا مثلا على اكس ايكغ عاوتاني ستاسيون توتال كتكون بريسيزي على الجي بي اس. وبالنسبه للشوميرمو واخا دوز الشوميرمو تعطيه الزاد ستاسيون توتال، ولا بد خصك تجي تعاود تكوريجيه بلاباراي نيفو. نفس الشيء مع الجي بي اس وستاسيون توتال في اكس ايكغ، دوزتي عاوتاني البوليغونال بالجي بي اس، ولا بد خصك تجي تصحح لي ديستونس بلاباري ستاسيون توتال
باش تكوريجي دوك لي كوردوني ديالك يكون عندك صحاح، سينو يمكن لك تحط غير بورن ديبار دو بورن اريفي وتكالكولي داكشي بالطوبوجين طبيعه الحال من بعد ما كدير لو في ديال لي كتور لي زونغل بستاسيون توتال. هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منه. خليت لكم لهنا والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله.